التفكير في مهن المستقبل وإدخال الذكاء الاصطناعي في برامجنا التعليمية، وهذا تحضيرا للسنوات القليلة القادمة قد لا تتجاوز 5 سنوات، وبالتالي طلب وسنطلب من مديري المؤسسة الجامعية أن تكون السنة 2023 سنة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي سيرجع إليكم تقديم عروض تكوين جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي أو إدخال الذكاء الاصطناعي في التخصصات الموجودة حالياً.